وحش يا معلم. تعال ابو الافيال اتفضل. طب حاجه عشان الفيل. طيب نبدا من الخارج، نبدا بالعربيات، نبدا من مطالب كل المصريين قاعدين برا. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا يا رب. يا جماعه عايزين ننزل عربيه، ما تدونا فرصه يا جماعه. اوعوا تدونا فرصه بقى، لا خدوا من كل رجل اللعيبه. ننتقل الى خبر اكثر بهجه. صور صوره سيلفي. اضحكوا. اللي هو موضوع السماح للمصريين في الخارج والناس تجيب معاها عربية أو تقدر تدخل عربية. ده في مقابل إيه لا مؤاخذة؟ لو بنتكلم على سيارة متوسطة الجمرك بتاعها 200,000 جنيه، هي تعادل حاليا حوالي 10,000 دولار. ده الموضوع كبير قوي يا معلم. فعليه أن يقوم بتحويل هذا المبلغ اللي هو 10,000 دولار يحوله من الخارج. شارع العنب هناك محتاجة الإيد عاملة كتير قوي. لو ان المهيات هناك مش ولا ود. كام يعني؟ يترك هذا المبلغ لمده 5 سنوات والحسابه بتحسب. الحسابه بتحسب الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب 5 جنيه الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب. هل كان في حكمه من ان هو هذا الامر يكون مؤقت باربع شهور فقط، انه الناس يعني بس تجيب العربيات في الاربع شهور اللي قادمه؟ كل ما تصرف اكتر فرصتك في الفوز اكتر، وربنا يسهل لنا ولاد الجدون. هقول لحضرتك، دولة بقالها سنتين ثلاثة شغالة. انت متأكد ان احنا في الهند؟ في الهند. القرارات اللي خرجت من مجلس الوزراء تخص المصريين عاملين بالخارج. وانك عميل في الهند؟ في الهند. قريت انك بتقول انك متوقع انه هذا الامر يدخل 10 مليار دولار، هل حضرتك قلت الرقم ده؟ ومين ده؟ جوز الهند. واحدة وانا ماشي قالت لي ان البتاع ده يعني ممكن يجيب 10 مليار دولار، قلت لها اقول يا رب. ايوه ما انا قلت برضو يا رب. يعني خليهم 8 اشهر والحياه تخلص بقى ان شاء الله. باعتبار المستقبل يعني. حاضر يا زين. هيحول مبلغ اكبر. ايوه. هيحصل عليه في نهايه الخمسه سنوات بالعملة المحلية. الله الله عليها. على الخروج باستراتيجية تقيم صناعة سيارات في الدولة. ثواني. العربية اللي جاية من برا هحطها وديعة دولارية واستردها بالعملة المحلية بعد 5 سنين، أنا فاهم صح؟ شحاتة معلبة. نعم شحاتة معلبة. المفروض المصري في الخارج يسجل السيارة ويحول المبلغ اللي هو مطلوب منه تحويله. صدقني البلاد الهند هتبقى ولعة وكلها درماكة. يحول مبلغ 10,000 دولار من الخارج لحساب وزارة المالية هنا داخل مصر. ربنا يطول في عمره يا رب. تبتدي لمين؟ للرئيس كافور. ويترك هذا المبلغ كوديعة لمدة 5 سنوات. انت بتحبه؟ ومين ما بيحبهوش؟ ربنا ينصره على مين يعاديه؟ مين يعاديه؟ ما احنا اللي بنعاديه. دين اقرا ودين اقرا يا ادم باشا.